ينضم الينا عبر الهاتف المحلل السياسي الاستاذ عبد القادر النايل. اهلا بكم استاذ عبد القادر الى هذه الجوله الاخباريه. بدايه، كيف تفسر اصرار تحالف الفتح على تولي فالح الفياض منصب وزاره الداخليه؟ اهلا وسهلا بكم وبمشاهديكم الكرام. ان الاصرار الكبير على وزاره الداخليه او الفتح بقياده المالكي وهذا العامري لانه قاسم سليماني يريد وزاره الداخليه ومن خلفه ايران، وبالتالي وزاره الداخليه تعتمد اهميتها على ما يجري من احداث متسارعه في المنطقه، ولا سيما بعد دخول الحصار الاقتصادي على ايران من قبل الولايات المتحده الامريكيه، لانه معنى التمسك بوزاره الداخليه التمسك بكل المفاصل المهمه منها الحشد الشعبي وميليشياته التي تنتشر على الحدود، ومنها المنافذ الحدوديه التي هي برعايه وزاره الداخليه، ومنها حقيقه سهوله تحرك المهربين والبضائع التي تدخل العراق، وبالتالي غياب الرقابه عنها، لا سيما انه ايران تريد زياده الصادرات الايرانيه الى العراق بغيه التغلب على الاقتصاد العراقي، فضلا على ان حياه المواطنين وحياه الفتر الاخرى السياسيه والاطراف الاخرى كلها ستكون على المحك، لان وزاره الداخليه هي تعتمد بطريقه واضحه على الاحتكاك المباشر بينها وبين كل الاطراف الاخرى، ومن يسيطر على وزاره الداخليه سيسيطر على هيئه الامن الوطني وسيسيطر على ميليشيات الحشد الشعبي فضلا عن قوى الامن الداخلي من مديريات شرطه وما الى ذلك، وبالتالي تعتبر منجما مهما للايرانيين، وهذا ما يفسر الحركه السريعه التي في بغداد حاليا من خلال تواجد ميليشيات حزب الله اللبناني، ابو محمد الكوثراني يتواجد، قاسم سليماني مبعوثين من الحرس الثوري الايراني، هناك انباء عن تهديدات صريحه اذا لم يتولى الفياض وزاره الداخليه، ولكن في المقابل هناك ايضا رغبه امريكيه تدفع باتجاه عدم تولي فالح الفياض. ماذا استاذ عبد القادر، ماذا دلالة هذا الموقف يعني بالتزامن مع تشديد العقوبات الامريكيه على ايران؟ هذا حقيقة له دلالات كثيرة تماما. الدلالة الأولى أنه ميليشيات الحشد ستبقى هي، إذا ما أخذ فالح الفياض والإيراني وزارة الداخلية، هي المسيطرة على الحدود العراقية بكل مفاصلها، وبالتالي معلوم للعالم والكل أن ميليشيات الحشد تسيطر على الحدود العراقية السورية وتسيطر على الحدود العراقية الإيرانية على طوال المسافات، وبالتالي هناك حقيقة ستكون حرية للإيرانيين، ومن خلفهم الروس أيضا في عملية نقل الأسلحة، في عملية تزوير دخول البضائع، ربما تدخل بضائع هي سلاح وما إلى ذلك، لكنها تحت تعريفات بضائع غذائية وما إلى ذلك. إذا وزارة الداخلية ستوفر غطاء كبير تماما لكل عمليات التهريب وكل عمليات نقل المرتزقة من الميليشيات الأجنبية داخل الحدود العراقية وتصديرها في أي مكان عام، فضلا على أن القضية الثانية التي يعتمد عليها الإيرانيون هو منح الجواز والجنسية العراقية لكل من يريدون أن يسافرونه إلى دول أوروبية وما إلى ذلك، وبالتالي يمكن أن تتغلب إيران في أهمية وزارة الداخلية في تحريك ما تريده، لأنه بالمقابل هناك سيطرة لها على وزارة الخارجية والسفارات العراقية في عموم البلدان. في حال تولي الفياض لوزارة الداخلية، برأيك كيف سيتم الالتفاف على العقوبات على إيران مع استحضار يعني سيطرة ميليشيا الحشد على الحدود؟ إذا سيطر فالح الفياض الذي اتفق قبل عدة أشهر من إقالته من منصب هيئة الحشد على اتفاقات استراتيجية مع إيران، إذا تولى وزارة الداخلية فإنه هذا حقيقة سيكون هناك تغليب كبير للمصالح الإيرانية، وسيكون كسر واضح تماما لكل عمليات الحصار على إيران، بالتالي وزارة الداخلية ستغطي على عملية تهريب الأموال العملة الصعبة من الدولار إلى داخل إيران، وبالتالي يمكن أن تكون تلعب دورا مهما في الضغط على المصارف والضغط على الشخصيات التي تريد تهريب المال، وبالتالي ستوفر أيضا غطاء للرواتب الكبيرة، وقد كشفت بعض الصحف الأمريكية على أن هناك تحويلات لأبي مهدي المهندس بالمليارات إلى إيران باسمه من خلال حقيقة الفساد الكبير الذي يجري في توظيف عناصر الميليشيات الحشد والرواتب العالية، ولك أن تحسب أن 120 ألف من عناصر الحشد الشعبي ميزانيته 198 مليار،
و4 مليون نصف من محافظة نينوى ميزانيتهم 143 مليار، هذا يؤكد على أن هناك حجما كبيرا للفساد يمكن أن يتغلب فيه إيران على الحصار الذي تفرضه الولايات المتحدة عليها. وصلت الفكرة أستاذ عبد القادر النايل الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا عبر الهاتف من عمان، شكرا جزيلا لك.